السجالات والنقاشات الحامية والصاخبة بين الضيوف على الهواء بالبرامج السياسية أصبحت جزء لا يتجزأ من البرامج الحوارية، وهي بتعكس الانقسامات السياسية الحادة الموجودة بالبلد بمراحل عديدة. كانت هالسجالات والنقاشات وعلى مدى 20 سنة توصل لمكان محتدم بالنقاش والخلاف، وتؤدي أحياناً لخروج عدد من الضيوف من الاستوديو وعدم إكمال الحلقة على الهواء. شو بيصدق؟ كأنه مفكر إنه في حدا بلبنان ما بيتذكر 7 أيار يا جماعة. بيتذكر 7 أيار. أن هاي وصمة عار ما رح ينسوها اللبنانيين. هذا يوم مجيد كسر. لا عيب عليك. لا لأنه عيب تقول مجيد. عيب تقول يا جنرال مجيد. لحظة جنرال لحظة. في عدد الشعب اللبناني. لا مش بلا تهذيب أبدا. لحظة أبدا يا جنرال. أنا مش عم بقول تهذيب. عميد لحظة. أنا عم بقول لك. لا أستاذ جورج. لأنه عيب يا جنرال. لا لا إذا بريد. لا أنا مش عم بقول تهذيب. لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت. بس ما فيك تقول يا جنرال. لو سمحت. يوم مجيد. لو سمحت. لو سمحت. حكي أنت ولا أرجع. راح. لا مش حاب. أبدا ما بسمح. لو في دولة أنت بالحرس السالم روح. انتوا دعوا حصل نصر الله تبعاً. سرمايت حسن نصر الله أشف منك. لك سرمايت حسن نصر الله أشف منك. أنا مضطر أن أختم هذه الحلقة. أنا مضطر أن أختم هذه الحلقة. شكرا لك شيخ. واحد أزعر. شكرا أستاذ سالم. ويلا إلى اللقاء الأحد. بيت تناجر. يا خي انت جاوب تقعد محلي. هل صحيح بدكم تروحوا؟ اقعد محلي ووجه الاسئله. هل صحيح بدكم تروحوا؟ مين قال لك في مؤتمر تاسيسي؟ لا البطرك ماشي فيه ولا نحن ماشيين فيه ولا حدا جاب سيرته. بتصيروا تزتوا بالونات وتتمرجلوا على الناس. كل هجومك على الطائف على اي اساس؟ لان الطائف لليوم ما بدك ما 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 ما, ما, ما تركزت الدوله. لا ما بدها ما يصير. انا بعتقد هيدا مستوى مش انا ما بي. لحظه لا ما بدنا اياك تغادري سكارلت. بدي اسمع وجهه نظرك بليز. جاي حطي هالميكرو بالعيط. بدنا نسمع وجهه نظرك. خلينا تسمع وجهه نظرك. لا خلينا نكفي. خلينا نسمع وجهه نظرك. كنت عم بتقولي تفضلي. كنت عم بتقولي انه الوزير باسيل ما بعرف ركب الميكرو انا بس انه خليك تفضلي. لا تفضلي ما بدنا تمشي. تفضلي بدي اسمع وجهه نظرك. تفضلي سكارلت. وجهه نظرك قدام هيك. تفضلي. اللي بدي اقوله انا انه عجبكم ولا ما عجبكم وزير باسيل بيمثل شريحه من الناس. طيب قبلوا بمخ له احترموا الناس اللي هو بيمثلون يلي انا منه بقى. انا بحس حالي هلا من هنا. واذا بتسمح لي اسمع. لا ما بدنا حدا يحس حاله انه من هنا. قول للي عم بيقول. تفضلي. بعد اسمع شو عم بيقول. بطريقة لا أخلاقية للمكان اللي وصلت عليه. نعم. معالي الوزير. بيعرف ماضي كثير. أنا وصلت بطريقة لا أخلاقية. أنت عم تحكي عندك أخلاق. يا عيب الشوب عليك. الناس يفصلوا بين بعضنا. معليش. خليني أنا. يا عيب الشوم. إذا ما حدا بحب السلطة لأنكم هيك بالسلطة. معليش. يا عيب الشوم على هالحكي. أنا بشكرك أستاذ. بتمثل تيارك كثير منيح. وصلت كثير منيح الفكرة. بس معالي الوزير. ما لازم هيدا الكلام. يعني بالنهاية نحن أمام سيدة وصلت إلى مجلس النواب وزميلة. لا إيه بس عم بتقول إنها وصلت. تاريخ كل شخص تاريخي بيشرف أكثر من تاريخك. أنا بنت سيراغان يعقوبيان. تاريخي بيشرف أكثر منك ومن عائلتك ومن تيارك اللي نزلين نحب البلد. وبتجوا كل ما حدا بيفتح تمه بتقله تاريخك وتاريخك خاصة إذا مرة. يا عيب الشوم عليكم. أنتوا عندكم تاريخ شو عندكم؟ 15 مليون 96. وحتى أسماء بعض السياسيين كانوا بحلقات معينة بالسابق جزء من النقاشات والسجالات. خلينا نطلع من موضوع الاتهامات. بس استاذ جورج عندي مشكلة. الخطاب السياسي اللبناني بكل أسف عم بيكون ارتجالي. عم نسمع مجموعة اتهامات قد تكون بلا دليل، قد تكون عشوائية، قد تكون نابعة من خطاب ارتجالي لا يمت إلى الحقيقة بصلة. ولكن هؤلاء تحولوا فيما بعد إلى رؤساء أحزاب أو زعماء أو قيادات صف أول، ومن بينهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لما قتلت السلطة أحد المواطنين مرة واثنين وثلاثة هيدا مش أكثر من تخويف. مش عم تسمح لك. لا عم تقول لي تخويف. هيدا أكثر من تخويف. هيدا عمل اعتداء. طلعوا أكثر من مرة قالوا خوفونا ما تنزلوا على الشارع.